كزميلي تامر صقر بعد نهايه المباراه الوديه بين منتخبنا المصري الاولمبي ومنتخب كوريا الجنوبيه. كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني. كابتن شوقي في البدايه طبعا بنرحب بيك. اول وديه بعد فتره طويله رسميه، الاستفاده من هذه الوديه والنقاط اللي بدات تدونها في هذه الوديه. طبعا سلام كتير طبعا للكابتن تامر وطبعا استاذنا الدكتور طه وكابتن ابو العيله وكابتن عبد الظاهر. طبعا الحمد لله، يعني دي يمكن اول مباراه. امبارح كنا المفروض كان مصر وغانا اللي احنا دخلنا بيه التصفيات، يعني فات سنه بالظبط نفس الذكرى بالظبط نفس الذكرى فات سنه. السنه اللي فاتت دي اللي انا عايز اقوله ايه، ان السنه دي طبعا انا احساسي النهارده ان في لعيبه كتير محتاجه اعاده الذاكره تاني واعاده التكتيك بتاعنا والشغل بتاعنا تاني، بالرغم ان انا بلعب مع بطل اسيا والحمد لله بنلعب مباراه كويسه. الشوط الاولاني بنضيع فرص كتيره وبرده كان علينا بعض النقط الخطر. الشوط الثاني تلقينا كل الاخطاء اللي كانت علينا، كان واضح جدا ان احنا افضل واكثر سيطره. النهارده بنجرب عناصر فوق الخمس عناصر اول مره الناس تشوفها، وده برده نتاج الدوري العام اللي احنا بنضم منه اللعيبه واللي بيبقى عندنا نقص بتوع الفريق الاول، فبناخد اللعيبه عشان تبقى موجوده عشان اللي هم في المنتخب الاول يعني، ونشوف اللعيبه. النهارده انا شخصيا راضي كتير جدا 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 على الاداء مع فرقه كبيره زي فرقه كوريا، لكن في نفس التوقيت دايما بنحاول يبقى عندنا الافضل والمزيد. وعشان كده ان في لعيبه كتير اول مباراه دوليه لها، فاول مباراه دوليه لها طبعا الكباتن كلهم لعيبه دوليين وعارفين معنى ايه اول مباراه دوليه لهم، فمحتاجين شغل كتير معانا عشان يبقى ازاي اسلوب اللعب وطريقه اللعب وشكله، لكن لازم انا ادي فرص لكل الناس عشان في النهايه يبقى احنا قدامنا وضع وشكل كامل. يعني على ذكر ان انت بتقول من سنه تحديدا او يعني في نفس الذكرى في نفس التاريخ، كنت برضو معاك من سنه في النهائي بنفس التنشنه ونفس الضغط اللي انت كنت بتلعب بيه وتركيزك حتى في المباراه الوديه الدوليه النهارده. ده ان يدل على ان في تركيز، ان احنا عايزين نروح طوكيو مش زائرين، عايزين نحقق شيء. طبعا يعني خلينا اقول ايه، الدعم اللي احنا واخدينه من الدوله المصريه والتكريم اللي حصل لنا من سياده الرئيس والوسام ده يعني بصراحه بقت فيه المهمه دلوقتي مش سهله. مع فرق الحمد لله بنلعب مع بطل اسيا وفريق ممثل على طول في الاولمبيات لا واخد الميداليه في اولمبيات لندن 2012، والبرازيل بطل اخر دوره الاولمبيات برضو والنجوم بتاعها شفناها، فالحمد لله. وبرضو انا بامل وبقول في اللي جاي باذن الله في جين شهر 3 باذن الله يكون في فرق في نفس المستوى، مش هكون اقل من المستوى ده، وده اللي احنا بنسعى له عشان نقدر نحقق طموح الكرة المصرية والشعب المصري بإذن الله. اللي وثق فينا والدعم اللي بناخده من وزارة الشباب من الدكتور أشرف بصراحة والأستاذ عمرو الجنايني، الدعم اللي موجود فيه ده أنا بقول بإذن الله لازم يقابلوا إن احنا نأدي شكل أفضل كمان من كده، لأن هو ده المطلوب إن احنا دايما نأدي شكل أفضل باستمرار. وأنا قلت اللعيبة بين الشوطين الفرق اللي بتضيع كتير تستقبل اجوان، فكل برجوه ما نستقبلش اجوان لان احنا بنضيع فرص سهله. مش لازم يعني عايز اقول ايه، اللعيب عندنا بيخلق الفرصه لنفسه انه يروح في المكان الصعب وبيجي ويروح ينفرد ويروح يجيب ويروح يوصل، ودي كفاءه لاعب برضه، التحرك ده كفاءه لاعب، لكن لازم يبقى الاستغلال للفرص افضل من كده. اخيرا محمود البدر، عايزين نطمن الناس عليه. محمود ما فيهوش اي حاجه، احنا كل اللي حصل ان احنا عملنا اختبار تيست، الاختبار مسحه يوم 4 وعملنا مسحه يوم 8 وعملنا مسحه يوم 10، ولما عملنا المسحه يوم 10 جالنا تعليمات من الدكتور محمد سلطان ان في بعض الاذيات ما طلعتش سليمه تمام، او يعني ايه في شكوك فيها، عملوا مسحه تاني يوم امبارح. لاحظ اللعيبه برده كمان امبارح بتعمل المسحه التانيه دي وهم كلهم ايه قاعدين كل واحد منتظر النتيجه. لاحظ تبقى شيء يعني صعبه برده التفكير والكلام ده وكده. عملنا مسحه ثالثه حتى لو يكون في اي حد مصاب ولا في اي حاجه
بيبقى بنقدر ناخد الاجراءات بتاعنا. محمود موجود، حالته كويسه جدا جدا جدا، موجود في الفندق معانا، موجود تحت اشراف الدكتور ايمن. يعني هو ايجابي بس مفيش اي اعراض؟ لا خالص، مفيش اعراض خالص، بس احنا بنلتزم بالبروتوكول الصحي، بالعلاج والبروتوكول الصحي. لو في اي حاجه فين في في اي حاجه، اي شيء بيظهر بنستبعد اللاعب على طول. انت تحول لسلبي ان شاء الله. عندنا مسحه ثانيه يوم 15 اللي عشان ماتش البرازيل، هيعمل مسحه باذن الله يوم 15، وباذن الله باذن الله يبقى كويس ويبقى معنا في المباراه باذن الله. شكرا كابتن شوقي. العفو، متشكرين. تمر بالتاكيد بلقائنا مع الكابتن شوقي غريب، بتحول الكلمه اليك الان، تفضل.